مرحبا بك، شنو سميتك؟ أمل. أمل من 24 عام، من باغي ديري هاد التيست؟ خاطبك خطوبة رسمية؟ مرحبا، شنو سميتو؟ وش من مدينة؟ وشحال في عمرو؟ من كازا. وشحال في عمر عبد الهادي؟ 27 عام. شحال وانتي ويا مع بعضياتكم زعما؟ عام 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 عام. وشنو نوع العلاقة اللي بينك وبينه؟ دابا مفارقين؟ هادي غتسطيني مخطوبين شوية مفارقين. شحال باش تفارقتي وياه؟ شهر تقطعات الحس ديالو، ما كاين لا الو لا ميساج. غوتي انتي اللي قطعتي، كيصوني عليك هو كيدير محاولات. يلا راه لي النمره ديال عبد الهادي 06. صفر ستة صفر ستة تسعين. عوديها واحد المرة. زيدي. يلا ما تهضريش حتى نقولها لك. اوكي أمال من 24 عام، عبد الهادي من كازا 27 عام، صاحبين وتخطبوا وتفارقوا. ها هو راه جاوب. الو، السلام عليكم. اهلا وسهلا سي عبد الهادي، مساء النور. وكي داير هاد الراجل الزين؟ لاباس عليك، كلشي بخير؟ كي داير مع الصحيحه؟ كلشي مزيان، بروك عواشرك. معك السي محمد السريري، مقدم برنامج خطوه قبل الزواج. فايت لك مفرج في البرنامج ديال السي عبد الهادي، عندك شي معلومات عليه ولا والو؟ لا معليش. مرحبا واهلا، هذه فرصة سعيدة باش تعرف على البرنامج ديالنا، وإن شاء الله على مال السي عبد العالي ولي من المتابعين الجداد ديالنا فغتشرفنا. اتصلت بنا واحد الأنسة من مدينة الدار البيضاء، بغات تهنئك بمناسبة ذكرى مولد النبوي الشريف، وعندها شي هضرة في حقك بغات تقولها لك من خلال البرنامج ديالنا. وها هي معاك، رانا ندوزها لك. مستعد؟ مرحبا. بلا شك كنظن أصلا راك عرفتي شكون هي الأنسة. لا ما نقدرش نعطي الاسم حيت انا الصوت ديالي على المباشر، انت اللي الصوت ديالك حاليا مازال ما مسموعش. هذه واحد البنت قالت لينا بلي انت وياها في علاقه حب، كتبغيك بزاف، وعندها شي هضره في حقك، وبغات تهنئك بمناسبه ذكرى مولد. نعم تك انا كنسمع. اوكي، قبل ما ندوز لك السي عبد الهادي، كنظن راك عرفتيها شكون ولا لا؟ وي، ولكن انت واش عرفتيها شكون ولا لا؟ غير كنت سولت كان واحد السؤال، واش عرفتي شكون هي هذه الانسه ولا ما مازال ما جاتش على بالك شكون؟ عرفتي شكون؟ عرفتيها؟ عارف. اوكي، عطينا الاسم ديالها، عافاك ما تذكرش لك ليا. دونك دابا انت عرفتي شكون اللي معاك دابا؟ اييه. مرحبا بك، دونك عطينا السميه ديالها، احنا بغينا نديرو لك تيست دابا. شنو عطينا الحرف الاول من الاسم ديالها، ماشي مشكل، غير باش نتاكدوا بلي راه انت المقصود. وي، عطينا دابا غير السميه ديالها باش ندوزوها لك. لا لا والله ما كاين حتى الله على والو، حنا قلنا لك شنو كاين. كمل. دابا اسمع عبد الهادي باش ما نطولوش في الهضره، عطينا غير السميه ديال هاد الانسه اللي انت وياها في علاقه باش ندوز لك تهضر معاك، والا كنتي غادي تبقى تطول غير في الهضره غير قطع، خلينا ندوزو مكالمه اخرى. باي جمع، ورا ما عندناش الوقت، راه عندنا بزاف المكالمات كيتسناو.
وانت دابا اول مره كتسمع شويه عرفتي شكون اللي معاك اول مره كنسمع. دابا غنسولك واحد السؤال على هذه، انت حاليا دير شي علاقه في حياتك ولا سيليباتير؟ صافي عطيني السمية ديال انيس اللي انت وياه في علاقه، غير السمية ما تقولش الكنيه، صافي غير السمية ديالها ما تعطيناش الكنيه ديالها. تفضل. ما نقدرش نعطيك انا الاسم حيت انا الصوت ديالي على المباشر، انت الصوت ديالك ماشي على المباشر. عطيني غير السميه ديال البنت اللي توي في علاقه من مدينه الدار البيضاء وغندوزها لك مباشره وحنا سالينا. شنو سميتها؟ نعم شنو سميتها؟ دابا سميتها على سميت البرنامج، انا على سميت البرنامج. خطوه قبل الزواج. لا لا، حنا ماشي في فيسبوك، حنا في الابليكاسيون ديال يونا. يو ناو، انت معنا في يو ناو، برنامج يو ناو عرفتيه؟ برنامج يو ناو، الى عندك تيلي سامسونج غتمشي للبلاي ستور غتانستالي الابليكاسيون ديال يو ناو، والى عندك الايفون. لا لا والله الا راك معنا على المباشر ماشي مشكل، خذ راحتك. دونك عطينا الحرف الاول، عطينا الحرف الاول من الاسم ديال الانسان اللي انت وياه في علاقه. تفضل حديثهم غزل، انت كتانصالي للبرنامج وفي نفس الوقت باش ما نضيعوش الوقت. شنو سميت البنت اللي انت وياها في علاقه مدينه الدار البيضاء؟ ها نعم كتانصالي وكتانصالي وكبر. اوكي دخل كاع البنت الاخر، شوف كتسمعني بلا ما تدخل، دخل البنت الاخر اللي في انستغرام بلا ما تضيع الوقت. اي ماشي مشكل، راح رحبوا عبد الهادي كلشي رحب به. دخل انستغرام، اكتب في الروشيرش دير سي محمد اس اي اس اي ام او سي محمد السريري واحد ملاصقه. رحبوا لنا بالسي عبد الهادي، ولا داعي لذكر الاسم ديال الانسه. تفضل. يلا ياك دخلتي غير الانستغرام، دخل دابا غير البنت الاول ديال الانستغرام. اوكي سي محمد السري واحد غادي يطلع لك الاكونت ديالنا فيه 900 903 كا. تفضل. يلا استاذ عرفتي شحال ضيعتينا ديال الوقت؟ تسربي. الناس كيرحبوا بك، مرحبا. ايوا سي عبد الهادي تعطلتي. الو وي لقيتي دخلتي؟ يلا صافي خرج خرج من خرج دابا من البت ومرحبا به. يلا دونك عطينا السميه ديال الانسه اللي انت وياها في علاقه مدينه الدار البيضاء. تفضل. ايوا سي عبد الهادي مشارك الحس. نعم تفضل. شنو الاسم ديال الانسه اللي انت وياها في علاقه مدينه الدار البيضاء؟ انا ما عنديش علاقه بشي بنت الدار البيضاء حاليا. عندك شي علاقه ولا ما عندكش كاع؟ عندي. اه عندي. فين؟ شنو مدينه؟ دابا بغيتي سميتها ولا بغيتي؟ عطينا السميه ديالها، ما تعطيناش الاسم. فين؟ شنو مدينه؟ عطينا السميه ديالها. لا عطينا السمية السمية السمية. حرف؟ لا. أول حرف من الاسم ديالها هو؟ لا. والحرف الأخير؟ حيت راه هو هذاك الحرف الأول. واقع؟ وأنت دابا شنو فيها السمية؟ حنا راه عندنا أصلا. وحنا عندنا السمية وعندنا الكنية وعندنا المدينة وعندنا العمر وعندنا كل شيء قدامنا هنايا، غير عطي الاسم. أنا عطيتك السمية. الاسم ديالها كيضرب حرف اللام. هادي اللي انت وعاء معاها في علاقه ياك. اوكي امال المهم صافي هاك هي الانسه اتصلت بنا. هضري معاها هضري معاها. الو الو السلام عليكم. السلام كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟
عرفتيها شكون ياك؟ عرفتيها عرفتيها شكون السي عبد الهادي؟ لا لا ما سمعتيني انا، عرفتيها شكون؟ دابا ما كتسمعش. اوكي هضري معاه هضري معاه. شوف سي عبد الهادي اي عرفتك دابا. شوف اسمعني اسمعني مزيان، هادي ماشي ما كيبداش الاسم ديالها بحرف اللام، هادي امال لمدينه الرباط. اييه شنو كتجيك امال؟ شنو كتجيك امال؟ انا كتجيني بزاف ديال اي حاجه في حياتي امال. واللام واللي كيبدا سميتها بحرف اللام؟ امال. كيفاش امال؟ امال كتبدا بحرف اللام؟ ايوا شوف انت كتبها كتب امال وقرا. بدا كيتشفشف مالك تغير فيك اللون. نعم نعم امال مرحبا بك اختي عزيزة، تحياتي لك. مرحبا مرحبا مرحبا. الله يحفظك. الله يحفظك. مرحبا بك، نهار كبير هذا. مرحبا. أبا أبا سي عبد الهادي. أبا أبا. واخا واخا بدا كيجرجر فينا وهادشي كامل، ولكن في الأخير حصل. ألو السلام عليكم.